انتوا شعب عربي مع بعض وبركه للبلد اللي انتوا فيها. امين. حوصلين احنا معاكم النهارده، خلينا نكمل بعض القصص اللي كنا مع بعض. حتى في بلادنا او في بلاد الاجانب بيسموه
ممارسة الحب، فبتدور على الحب. ممكن اللي كان معاها ده الشخص اللي بتحبه كان بدور على الحب لدرجة انها بتاخده اوقات ويختفي وتعطش تاني، تدور على الحب، تاخد الحب وتعطش تاني. مش عارف اوصف مشاعرها بتبقى عاملة ازاي لما اللي ماسكينها دول مبهدلينها ويجيبوها قدام الرب يسوع بكل حب، وهي واقعة وساقطة جسديا وروحيا ونفسيا، يقول لها قومي. كانوا بيمشيهم كده كلهم، لموا ديولهم وجريوا، بقت هي وامي. الوحيد اللي ما بصلهاش بحب عايز حاجه، لا حب شهواني ولا لغرض معين، لكن عشان بيحبها لذاتها، بيحبها حب الهي. اعتقد اي واحده من حضراتكم تقدر تفرق ما بين الحب ده والحب ده، بيبان زي ما بيقولوا بيبان في العين. اما داني احد ولا انا ايضا ودين مذهبي ولا دكتوري. انا واثق ان الست دي ما عملتش كده تاني، ما غلطتش الغلطه دي تاني، لانها شبعت من الحب الحقيقي. عرض الجاي يقول كده، لون قلبي حنانك سيدي وسدني ما بين حمد وتسبيح. الحب اللي يملاني ما احتاجش ميه تاني ولا احتاج اي حاجه تاني من بره، وانا متاخد مش واقع بقى وساقط عشان انا خاطي، لكن مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش. تعالى صلي معايا الكلمات دي. دوب قلبي حنانك سيد سدني ما بين حمد وتسبيح، وانا متاخد مسبي وساجد